أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامج ساعة الشر. مفيش شر أكتر من إن ممكن حد يعيش في بيته وهو مش عايش في أمان. مفيش شر أكتر من إن تيجي الضربة من أغلى الناس. مفيش شر أكتر من جرح إنسانة من أقرب الناس إليها. مفيش شر أكتر من الفتح في البيت والستر بره. مفيش شر اكتر من ان يكون اللي عايش في البيت اغراب. مفيش شر اكتر من ان اب يتجرد من ابوته او اخ يتجرد من ابسط معاني الفطره. النهارده اعزائي المشاهدين هنتكلم عن ظاهره ليست وليده اليوم ولكنها ظاهره تفشت إلى حد كبير في المجتمع. للأسف ممكن ساعات بنشوف الظواهر اللي ممكن بتدفعها أو بتدفع إلى انتشارها الأهواء. الأهواء الطبيعية، يعني الفطرة هي دايما الالتزام. الالتزام هو الفطرة، ده معروف. التدين هو الفطرة، ده أيضا معروف. إنما أحيانا البعض ينحرف عن الفطرة، وفي الحالة دي بنقول عليها أهواء. بنقول الإنسان ده هوائي، وبالتالي فهو ينساق وراء أهوائه بعيدا عن الفطرة. ولكن عندما تكون تلك الأهواء هي أهواء منطقية، معروف إن غريزة الإنسان أحيانا بتدفعه إلى الجنس الآخر، وبالتالي بنقول بعيدا عن الحلال والحرام، طبعا ده حرام، ولكن هي غريزة. الميل، ميل الجنس للجنس الآخر، هي غريزة. ولكن اللي مش طبيعي واللي مش منطقي واللي بيتنافى مع كل ممكن نقول يعني الإنسانية، بيتنافى مع طبيعة الإنسان، بيتنافى مع العقل، بيتنافى مع الآدمية أصلا، إن ممكن إنسان يهوى أخته. إن ممكن إنسان يفكر في أخته جنسيا. إن ممكن أب يعتدي على ابنته جنسيا. إن ممكن أم مع ابنها كلام كتير، أو حتى خال مع بنت اخته او عم او ما الى ذلك. كل دول بنسميهم محارم. نحن امام ظاهرة في منتهى الخطورة، وهي ظاهرة زنا المحارم. بنسمع الموضوع ده احيانا، بنتخيله احيان اخرى، ولكن اللي ممكن نقول ان هو بعيد عن العقل كل البعد هو ان ممكن نتخيل ان ده موجود ومنتشر الى هذا الحد. يعني احنا بنسمع فاهمين المعنى، زنا المحارم معناه كذا، ولكن مش مدركين معنى ان يكون المعنى ده متمثل او متجسد في امر واقع موجود بالفعل ما بيننا. مش حاسين ومدركين ان ممكن انسان من جواه فعلا يميل لان هو يمارس الجنس مع اقرب الناس اليه. طب ده ايه؟ يعني ده وصفه ايه؟ هل نقدر نقول ان ده مرض؟ هل نقدر نقول ان ده اجرام؟ هل نقدر نقول ان ده جنون؟ مش عارفين. ما هو حاجة من التلاتة او حاجة مش من ضمن التلاتة، ولكنه في النهاية هو شيء خارق للعقل، ولا يعني ولا يتفق مع ادنى صفات الادمية اساسا. لان اساسا الانسان لما بيكون مع اخته او مع امه او مع كده لا يمكن يحس من ناحيتها باي احساس غير عادي، لا يمكن. دي الفطره، لا يمكن. بل بالعكس، يعني 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 هو لو يعني لو هي عريانه يغطيها، لان هو لا يمكن يفكر في ده. هو جواه في هرموناته، في حياته، في جسده، في تكوينه البشري لا يميل، ولا يمكن ان يميل، بل بالعكس قد يكون هناك تنافر من مجرد التفكير في هذا الشأن.
ده ممكن الواحد بشوف ناس بيلاقي اخته في البيت لابسه لبس يعني مكشوف شويه بيتخانق معاها وفي بيتها يعني بين الام والاب والاخوات، لمجرد ان هو حاسس ان هو من جواه مش طايق يشوف ده. دي الفطره، ده العادي. انما حد يفكر ان هو ممكن يعتدي على اقرب الناس اليه جنسيا ويستمتع بيه، وان هو كمان مش كده وبس، وان هو كمان يعني زي ما بيقولوا يتعود على كده يعتاد كده، ده شيء لابد من التوقف امامه. النهارده اعزائي المشاهدين موضوع الشر اللي معانا النهارده، وباب الشر اللي هنفتحه النهارده وبنتمنى ان احنا نفتحه عشان نقضي عليه تماما، هو زنا المحارم. هنعرف النهارده بعض القصص اللي ممكن تكون حصلت بالفعل وكانت قضايا موجوده في ساحات المحاكم. هنعرف حكم الدين ايه، يعني احنا عارفين الزاني والزانيه دي حاجه معروفه، ده لو واحد بيميل لواحده ميل غريزي، غريزه ربنا خلقها جواه. انما ما بالك بقى لو زنا المحارم ممكن يكون حكم الشرعي فيه ايه؟ هل ده بيكفيه جلد؟ هل بيكفيه رجم؟ ايه ده؟ طب الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه تكوين النفسي لهذا الرجل او حتى تلك المراه، ده بيكون عامل ازاي؟ ده اللي هنعرفه اعزائي المشاهدين في حلقه النهارده من خلال لقائنا الحقيقه اللي احنا يعني هنجريه بعد قليل على الهواء مباشره مع بجد الحد اللي هو دايما بيبكينا وبيطلع بيتكلم من قلبه قوي، بيتكلم وهو حاسس كل كلمه بيقولها، بيتكلم وهو حاسس انه مجروح لانه فرد في مجتمع حصل فيه الجرح ده. هيكون معانا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل فضيلة الشيخ محمد سمير الامام والخطيب بوزارة الاوقاف، هنسمع هيقول ايه النهاردة وهنعيش معاه، وياريت تتابعونا لان الراجل ده بجد راجل عظيم، هتتابعه وهنسمعه وهنشوف. هيكون معانا ايضا في ذات اللقاء الأستاذ الإعلامي الأستاذ أشرف نور، عشان هيتكلم معانا برضو في يعني نظرة الرأي العام لتلك الظاهرة ووجودها في مجتمع شرقي إسلامي عربي زي مصر، أو وجودها في المجتمع العربي بشكل عام. كيف ينظر المجتمع إلى تلك القضية؟ كيف ينظر المجتمع إلى الممارسون لتلك الجريمة؟ كيف ينظر المجتمع إلى الحل؟ أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع مرة أخرى لنواصل حديثنا عن زنا المحارم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونواصل الحديث عن موضوعنا الملف الخطير اللي معنا النهاردة، موضوع زنا المحارم. بيسعدني في هذا اللقاء أن نرحب بضيفي العزيزين على الجانب الأيمن فضيلة الشيخ محمد سمير الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، أهلا بك. أهلا فندم. وأيضا على الجانب الآخر برحب بالزميل الإعلامي أشرف نور، أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة أنا هبدأ حديثي من عند الأستاذ أشرف وأسألك يعني كنظرة رأي عام لظاهرة زنا المحارم، حضرتك شايفها ازاي؟ للأسف احنا كرأي عام احنا بنحاول دايما نغطي على الموضوع ما نتكلمش فيه، ودي مشكلة. تمام، المفروض ان احنا نواجه انا مش عايز اسميها كمان ظاهرة، الحدث هو بيحصل على فترات ولكن بقى كتير في مصر وغريب على مجتمعنا. الرأي العام، او هتكلم على الرأي العام الإعلامي او الصحفي، وانا واحد منهم، دايما بنعالج الموضوع على استحياء. تمام، لكن المفروض من المواجهه، واحنا في مواجهتنا للامر ده ولتبعياته ننسى تماما الراي العام الخارجي او العالمي. احنا نتكلم على الراي العام المصري العربي الاسلامي. تمام، بحيث ان كل الاديان، على الاقل هتكلم في مصر، الاديان سواء الاسلاميه او المسيحيه بتمنع هذا الجرم تماما. ولكن في الفتره الاخيره لبعدنا التام
او بعد البعض طبعا يعني عن الدين، عن عاداتنا وتقاليدنا، عن قيمنا، عن قيم البيت، ما بقاش فيه متابعة. بدأ البعض وطبعا المخدرات اساس او شريك اساسي في الموضوع، بدأ البعض ينجرف لهذا الفعل. فانا شايف كرأي عام، لا احنا المفروض المجتمع المدني عليه دور اكتر من الرأي العام. الحكومة ممكن تيجي في الصف الثاني، ولكن المجتمع المدني هو اللي يطالب بعدي مجلس الشعب لتشريع قوانين، لان احنا هنفاجأ دلوقتي في الحلقة ان مفيش قوانين بتجرم هذا، بل بالعكس من يقع في هذا الخطأ او هذه او هذا الجرم يفلته من العقوبة للأسف، يعني العقوبة الجنائية نهائية. تمام، مفيش مادة بتجرم ده، مفيش مادة للأسف بتجرم ده. مع العلم في مبدأ قانوني بيقول لا اتفاق على ما يخالف القانون. تمام، فإحنا ما عندناش المادة اللي تقول ان ده غلط. فالاتفاق هنا، ودي يمكن لو سمحت لي، كان في واقعة في 2014 كانت حصلت، وواقعة كبيرة جدا، كانت في محافظة كبيرة من محافظات مصر. دي عيلة بقى، عيلة زوج وزوجة وزوج وزوجة والأخوات، تمام، عملوا هذا الفعل بالاتفاق. وأما تعرضوا كلهم على النيابة كان الرد للجميع واحد، محدش له دعوة بينا، احنا كلنا متفقين على ده ومحدش فينا اشتكى. وهنا بقى المشكلة، انا عشان اتعرض على النيابة لازم يبقى في شاكي. تمام، طالما مفيش شاكي يبقى خلاص مفيش من الاساس. ولكن لابد من وضع حد في القانون او وضع مادة في القانون تجرم الفعل حتى لو مفيش شاكي، لان هنا هيبقى الشاكي هو النيابة العامة. تمام، بحكم ان هي محامي الشعب. تمام، لمجرد النيابة العامة تحرك القضية فلازم يبقى فيه عقوبة، وعقوبة مش هنقول بقى تغليظ العقوبة، ده من رأيي انا طبعا يعني، لا ده لازم يبقى فيه عقوبة قاسية قاسية. واحنا هنا ما بنرتدعش غير بالعقوبة للأسف. فضيلة الشيخ محمد سمير، لما بنيجي نتكلم عن الزنا، معروف ان الزنا طول عمرنا عارفين من القرآن الكريم ايه هي حدود الزنا، ولكن هو امر احنا متقبلين ومش متقبلين الفكرة، متقبلين ان ده امر واقع او مدركين ان ده امر واقع موجود. ولكن فكرة زنا المحارم اعتقد ان هو الموضوع مقزز جدا، يعني حتى المصطلح نفسه صعب، اللي بيتخيله بيحس ان هو لا في حاجة مش مريحة في الموضوع. حضرتك شايف ازاي موضوع زنا المحارم ده؟ الحمد لله نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البدو والحضر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابتلاه بمدارات من كفر، وأعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر. فصلاة الله وتسليماته على سيدي وحبيبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الغرر. أما بعد، الزنا عندما يظهر هذا الزنا فاعلم أن الساعة قد اقتربت. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري ومسلم. ولكن عندما يقول ربنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، نقف الآن على جريمة أفظع لا يقبلها عقل ويأباها كل دين، زنا المحارم. يأتي رجل شاب تحكمت فيه شهوته، يأتي إلى الحبيب النبي ويقول: يا رسول الله رخص لي في الزنا. فكيف يعالجه النبي؟ فهم به الصحابة أن يضربوه، ماذا تقول؟ فقال النبي: دعوه، أدن مني. فدنا من النبي، اجلس، فأجلسه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لابنتك؟ قال: لا. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ لا. فداك الله، فداك نفسي يا رسول الله. فإذا به يقول: وكذلك الناس لا يرضونه لزويهم. ثم وضع يده الشريفة على صدره وقال: اللهم طهر قلبه
واغفر ذنبه وحصن فرجه. فيقول الشاب: فقمت من أمام النبي، أتيته وأحب شيئا شيء إلي الزنا، وقمت بعدما رفع النبي يده وأبغض الزنا. امرأة تزود عنها: بل أنت لو قتلت في سبيل الدفاع عن العرض أنت شهيد. قالها النبي: من قتل دون عرضه فهو شهيد. فكيف يقبله عقل وكيف يرضاه دين؟ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المقداد بن الأسود ويسأل الصحابة فيما يروي المقداد بن الأسود، يقول: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن يزني بزوجة جاره، زوجة الجار، لأنه اعتدى على حرمة الجار، فما بالك وأنت تعتدي على حرمة الأم، على حرمة الأخت، على حرمة الخالة، على حرمة العمة. الزنا شديد، مهين، قبيح، حقير، ولكن أشد حقارة وأشد دناءة إذا كان لذوي الأرحام، إذا كان للمحارم. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يبعث البراء بن عازب، عن البراء بن عازب قال: رأيت خالي وهو يحمل راية، قلت: إلى أين يا خال؟ قال: أرسلني رسول الله لرجل تزوج زوجة أبيه لأقتله وآخذ ماله. إلى أهل مصر، إلى من يشرعون القوانين، أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. ده والله تعجبت عندما قال الأخ الفاضل، هذا الرجل محترم، بأنه لم يكن هناك قانون يجرم هذا الأمر، زنا المحارم. أنت ستقف أمام الله أيها المسؤول وستحاسب على هذه الجريمة إن أفسحت لها الطريق. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا كان يعلم الصحابة كيف يزودون عن أمهاتهم، فأمرنا بإغلاق هذا الباب. فكما جاء في موطأ الإمام مالك إذا عن عطاء قال: جاء رجل يستأذن على رسول الله فأذن له. قال: يا رسول الله، الرجل يقول للنبي: أأستأذن على أمي؟ وأنا داخل البيت كده، أأستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذن على أمك. فقال: إني معها في البيت، أأستأذن عليها؟ قال: نعم، استأذن عليها. قال: إني خادمها، أخدم أمي، أجهز لها الطعام الشراب، أجهز لها الحمام، إني خادمها. قال: استأذن عليها، أتريد أن تراها وهي عريانة؟ النبي أغلق كل هذه الأبواب. بس عمر، الأمر فيه جرم عظيم، والله فيه زوال لدول، فيه زوال لملك. الحقيقة يا شيخ محمد، الموضوع بجد موضوع خطير جدا، موضوع زنا المحارم ده. ولكن لو سألتك يا أستاذ أشرف عن الأسباب، حضرتك شايف الأسباب إيه اللي ممكن يكون وصلنا لحالة إن ممكن في بعض أفراد المجتمع يتجهوا الاتجاه ده؟ ويمكن السؤال اللي أنا سألته في البداية في 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 مقدمة البرنامج، كنت بقول يا ترى ده هل هو مرض ولا هوى ولا جنون ولا إيه؟ تمام. في مقدمة حضرتك وفي كلام مولانا الشيخ محمد كان في حاجة مهمة جدا جدا جدا. مولانا الشيخ محمد دلوقتي اتكلم اما دخل عليه رجل وقال له استأذن على امي، في مقدمة حضرتك اتكلمت على اللبس يعني بتاع الاخوة او الاخوات، البنت اللي هي بتلبس في البيت بحرية شوية، اي نعم ده بيتها، ولكن في الاول وفي الاخر لابد من ان يكون ده من وجهة نظري يبقى في حدود في الحرية في لبس البنت او الشاب او الشاب في البيت، لازم يبقى في عاداتنا وتقاليدنا حكمت علينا بامور معينة اللي هي ان احنا نستر عوراتنا. انا من وجهة نظري انا شايف ان اظهار بعض العورات امام الـ الـ الاخوة او الام المحارم قد تثير الغرائز.
هو مش مرض، ده من وجهة نظري هو مش مرض، ولكن هو بيبقى شخص انساق. ودائما انا بقول ان المخدرات هي شريك اساسي في هذا الامر. الفرد او الشخص اللي بيبقى متعاطي مخدرات في اللحظة دي بيخرج بره تركيزه مين اللي قدامه. اللي قدامه مجرد انسة مع اظهار المفاتن، طبعا هي مدية الامان لان ده ابنها او اخوها او لكن مع الشخص متعاطي المخدرات كل المبادئ دي بتطلع من دماغه. في موضوع برضو او اسباب دي المساكن النهاردة بقى، وللأسف بيبقى في موضوع مهم جدا، زوج وزوجة الحال بسيط ومع ذلك يخلفوا 6 و7. طب ما هو المكان مش هيسيع ده، ولكن لابد عشان اربي اولادي بشكل محترم وسليم ان انا اراعي ان يبقى فيه مش هقول بقى لازم نسكن في بيت كبير، لا، ما احنا في بعض الاحيان بيكون البيت على قد الحال زي ما بيقولوا، تمام، ولكن انا ما يبقى فيه طفلين او 3 هقدر ان انا على الاقل ما يبقاش في امور ظاهره للولاد على المشاع، تمام. فدي المساكن والاختلاط في المضاجع ده مهم جدا. لو دي المساكن بيخلق طبعا ده مهم جدا، تمام. ده انا شايف ان هو سبب من الاسباب الرئيسيه بالاضافه للمخدرات. في المقام الاول طبعا او الشرط الاساسي غياب الوعي الديني، ده يعني بقى ويندرج من تحتيه كل الاسباب، تمام. زي ما بقول لحضرتك الملابس المثيره احيانا للبنت بتثير، لو الاخ مش سوي او زي ما بنقول متعاطي بتثير عنده الشهوة، تمام. في حاجة بقى مهمة جدا من وجهة نظري برضو، مهمة جدا جدا، الافلام والمسلسلات اللي بدأت تطلع علينا جهارا نهارا، يعني احنا انا بصراحة انا بتكلم في الموضوع يمكن مولانا بيتكلم من الناحية الدينية فهو افقه مني فبيتكلم باسلوب ارقى، يعني ادى ان هو ارقى مني شوية، انا بتحفظ، انا مش بتحسس الكلام، تمام. لا، النهاردة خرجت علينا المسلسلات بدون حياء، بدون حياء، تمام، سواء في الخروج الممثلين بشكل لا يليق او بالالفاظ او بيخش بيوتنا. طب انا اما اجي افسر لابني او لبنتي اللي بيتقال افسر ازاي؟ مش عارف. تمام. كمان المشكله في حاجه، ده المشكله كمان ان في تجسيد لبعض ممكن نقول الانحرافات، زي مثلا موضوع زنا المحارم والكلام ده، تجسيد غير ممنهج. أي. تجسيد غير علمي. أي. يعني عارف، تجسيد عشوائي اهوج بيخلي الناس بدل ما هي تشوف الظاهره دي ايه ده وتبعد عنها وتغضب من اللي هم شايفينه ده، يتعلموا ده بالظبط، تمام. اسمح لي، يمكن زي ما بقول لحضرتك مثلا مولانا الشيخ محمد بيتكلم بالشكل الديني واللغه العربيه الفصيحه، وانا بحاول زي ما بقول لحضرتك نتحسس، تمام. لا، ده في النهارده مسلسلات بتتكلم عن ده علنا، يعني انا مش هقول اسامي الاعمال الفنيه ولكن بنفس الاسم. والله انا اعرف شخص سالني في مره من المرات يعني ايه زين المحارم، ما يعرفش المعنى. ده دليل على ان فينا لسه ناس انقياء مش فاهمه كل الامور دي. اجي انا بقى اقوم عارض له فيلم او مسلسل بيتكلم عن الوضع ده تماما، ويطلع علينا بعض الناس يدافعوا عن ده باستماته ويقول لك ده عمل ابداعي. لا، مع احترامي، الابداع حاجه واللي بيحصل والانحلال ده موضوع مخرب للعقول. المسلسلات دي موضوع مخربه للعقول، وبرده مش هتطرق لاسماء مسلسلات او لاسماء فنانين، ولكن في الفتره الاخيره يا اما مخدرات يا اما عري، وصل بينا الحال ان يبقى في عمل فني بهذا الاسم. طيب احنا يعني انا كمان لفت نظري في سياق التحضير للحلقه دي حقيقه معده البرنامج استاذ سمر يعني مجهز لنا شويه اخبار. يعني في خبر جاي من اليوم السابع بيتكلم عن اب يشبع رغبات ابنته المطلقه، يعني بص اللي هو يعني كتر خير، يعني اللي هو هي مطلقه فهو لازم يعني يسد مكان المفروض جوزها. عندنا خبر تاني من اليوم السابع بيقول عامل يغتصب طفله عمرها 10 سنوات شقيقة زوجته. يعني اخت مراته عندها 10 سنوات بيغتصبها. خبر اخر برضو بيتكلم عن زوجة تمارس الزنا مع اخيها
وشقيقتها، يعني هي مع البنت ومع الولد. يعني طبعا ايه البعد هنا، هناك بعد اخر كمان اللي هو بعد يمكن ده نفرد له حلقه اخرى، اللي هو موضوع الشذوذ. في عندنا ايضا في خبر بيقول زوجي يساعد صديقه على اغتصاب زوجته بسبب ديون. انا هلتقط من حديث الاستاذ اشرف نور يا شيخ محمد حاجتين هو قالهم مهمين جدا. قال الموضوع الاولاني هو الاختلاط في المضاجع، وقال لك موضوع تاني هنتكلم فيه موضوع غياب الوعي الديني. كلمني عن موضوع الاختلاط في المضاجع ده اللي هو ممكن يكون فيه كتير جدا من الناس بيستهتروا بيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبح واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تقول بنت والله لم أعلم قيمة هذا الحديث إلا بعدما كنت أنام بجوار أخي في سن العاشرة من عمري. قلت ليش؟ لماذا؟ أخي يقال له رجل وأنا يقال لي أنثى. تريد أن تعرف؟ بيّن الحبيب النبي فرقوا بينهم في المضاجع. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يسد هذه الأبواب. أستاذنا الفاضل أستاذ نور، وهذا اسم أبيك أشرف نور. أشرف نور وأنت نور، أشكرك. عندما قال المخدرات أستاذ عمر، الحبيب النبي فيما تروي أم سلمة تقول نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر. المسكر الخمر، مفتر مخدرات. المخدرات هذه تذهب العقول، تذهب الأموال، تشل المجتمع. المخدرات هذه تجعل من يشرب هذه المخدرات ومن يتعاطى هذه البراشيم وهذه الحبوب لا يفرق بين أخته وبين زوجه. امرأة غوت شابا غوي، فإذا بها ترسل إليه خادمة عندها تقول إن سيدتي تريد منك أن تكتب لها وصية تحتضر. فما كان منه إلا أن مشى مع هذه الجارية، فكلما دخل بابا أو صدته دونه تغلق هذا الباب، حتى وصل إلى امرأة وضيئة، امرأة جميلة جدا، أمامها باطية خمر وغلام. قالت له إما أن تقع علي أو تشرب الخمر أو تقتل هذا الغلام، ماذا يختار؟ قال أقتل نفس. أرتكب جريمة الزنا؟ لا، بل أشرب الخمر. فشرب الخمر، فما لبث أن وقع عليها وقتل الغلام. طيب فعلا أم الخبائث، أم الخبائث، أم الخبائث. شيخ محمد هناخد بس اتصال تليفوني من الدكتور محمد عزت أستاذ الطب النفسي. ألو. أيوة دكتور محمد، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور محمد. احنا بنتكلم النهاردة عن ظاهرة زنا المحارم. موضوع صعب جدا ان حد يتخيل او يدرك ان ممكن ده يكون في انسان يحس الاحساس ده او يبقى عنده الرغبة دي او ان هو يستمتع بده. حضرتك من وجهة نظر الطب النفسي، هل حضرتك شايف ان ده مرض ولا جنون؟ والله هو يعني على حسب الموضوع، يعني بمعنى ان في جزء منه طبعا هو قبل ما يكون مرض، يعني مرض لشخص معين اللي هو بيمارس هذا الفعل، هو مرض اجتماعي ومرض اخلاقي 100%. وطبعا بيبقى فيه، بس ما نقدرش ان احنا نقول ان كل اللي بيمارسوا هذه يعني الافعال ان هم مرضى نفسيين، لكن هو بالاساس هو مرض اجتماعي ومرض اخلاقي. للاسف ابتدى يظهر على السطح بشكل مزعج الفتره الاخيره. يعني طب اللي بيمارس ده يا فندم، اللي بيمارس ده هل هو مستوعب هو بيعمل ايه، ولا فعلا ممكن نقول من الناحيه الطبيه ان في مشكله صحيه فيه، يعني في مشكله فيه غير عاديه، مشكله زي مش عارف انا افسرها ازاي، بس ما هو في مشكله طبيه. تركيب شخصيه البني ادم، الانسان يعني
لما بيتكون شخصيته بتتكون من 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 عدة عوامل، من الأسرة، من المدرسة، من البيئة المحيطة، من المجتمع، يعني في الآخر المجتمع المحيط كله بيساعد كتير جدا في تربية البني آدم. فلما يبقى فيه القيم والأخلاق والتربية يكون فيهم خلل ما، ده طبعا هيؤدي بالتبعية إلى خلل في شخصية الإنسان، فيبقى تركيب الشخصية تركيب غير سوي، فيبقى العلاقة في المحرمات والعلاقة في الأشياء اللي هي المفترض إن احنا نفترض إن هي أشياء بديهية ومش محتاجة يعني تربية، نجد إنها اخترقت ونجد إنها يعني تم تكسيرها، فده نتيجة طبعا خلل في شخصية الأشخاص اللي بيعملوا كده، وده أساسا المشكلة ناتجة من خلل في التربية وخلل في المجتمع المحيط به. طيب دكتور محمد، سؤال برضو مهم جدا في سياق الحديث عن زنا المحارم، وهو من الناحية الطبية هل هناك علاج نفسي للهياج الجنسي؟ يعني في حالة لما يكون في حد عنده الرغبة ملحة جدا لدرجة انه هو ممكن يعمل اي حاجة مقابل انه يوصل لده مع اي حد، هل في علاج نفسي لهذا الامر؟ ما هو يا فندم هي دي القصة، القصة ان الرغبة تؤدي الى انه يتعامى عن القيم وعن التابوهات والمحرمات اللي المفروض مكتوبة يعني مفروضة عليه، فيبتدي يتنازل عن كل القيم والتقاليد والأخلاق والدين والتربية اللي بتمنعه من حاجات معينة. فأسهل حاجة إيه في البيت؟ هذه الأشياء. فالقصة إن إحنا لازم الإنسان يتعلم المنع، يعني لازم الإنسان يتعلم إزاي يكبت نفسه، إزاي يمنع نفسه، إزاي يسيطر على انفعالاته. أكيد طبعا. للأسف الشديد ده خلل شديد جدا جدا جدا. تذكرني واقعة مهمة جدا. إن سيدنا عمر بن الخطاب كان في مرة أحد قابل أحد الناس يعني، فبيقول له أنت رايح فين؟ قال له رايح السوق، اشتهت نفسي شيئا فرايح اشتريه من السوق. فسيدنا عمر بيقول له او كلما اشتهت يعني استغرب جدا من هذا الرجل، او كلما اشتهت نفسك شيئا تعمله. هي دي اساس التربية، ان مش معقولة ان انا كل ما يبقى الواحد يشتهي شيء يطبقه يعني. اكيد طبعا. فتخيل بقى سيدنا عمر عملها ازاي لهذا الرجل، انت كلما تشتهي شيء تعمله. لازم احنا برضو نربي الاشياء اللي احنا مش واخدين بالنا منها، ان احنا ممكن يعني نربي ولادنا ان دي مسلمات بديهيات. مفيش بديهيات، الطفل بيتعلم من صغره، فلازم نعلمه من الاول. دكتور، يعني ايه عيب؟ دكتور محمد، يعني ايه حرام؟ يعني ايه غلط؟ يعني ايه صح؟ دكتور محمد عزت، دكتور محمد، الحقيقة حضرتك حطيت ايدينا على فعلا موضوع مهم جدا، هو موضوع القيم والعادات والمرجعية الدينية والدين. يعني انا بجد انا سعيد جدا وفي نفس الوقت مستغرب جدا ان انا بكلم استاذ طب نفسي على اساس ان في علاج نفسي للموضوع، في النهاية لقيت ان العلاج النفسي اللي عنده في الدين برضه. فده شيء انا اعتقد ان المكالمة دي كانت مهمة جدا. دكتور محمد عزت استاذ الطب النفسي، شكرا جزيلا لك. شيخ محمد، يعني انا في الحقيقة واقعة جاينا او شكوى فعلا واقعية من شاب بعت لنا وبيقول انا عندي 29 سنة وامارس الجنس مع اختي وتعودت على كده، عارف ان ده غلط بس انا وهي تعودنا على كده وتعودنا على بعض خلاص، وانا سبت البيت ودلوقتي ندمان، ما كنتش عاوز اعمل كده بس اختي، ودي الصدمة، بس اختي حامل وسابت البيت هي كمان وضعنا خلاص، اعمل ايه؟ تجاوب وتقول له وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب استأذنك احنا ما خدناش لسه الإجابة، هاخدها منك ولكن بعد ما ناخد هذا الاتصال التليفوني، وهو الحقيقة اتصال مهم جدا من الأستاذ الدكتور سيد علام أستاذ القانون الجنائي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ عمرو، أهلا بالضيفين الكريمين وبالحلقة الرائعة الجميلة. أشكرك يا فندم. دكتور سيد، يعني الحقيقة أنا مش عايز أقول لك أنا سمعت إيه، ولكن أنا عاوز أسمع من حضرتك موضوع زنا المحارم وضعه القانوني. أنا طبعا ما سمعتش الحلقة، ولكن أنا هتكلم بالشكل القانوني فقط. القانون الجنائي عندنا، أنا أقدر أقول إن إحنا عندنا للأسف قصور في القانون الجنائي في العقوبة أو في التجريم على جريمة الزنا. جريمة الزنا بالرغم من هي أبشع الجرائم وأبشع التي ممكن تؤدي إلى المهالك، عندنا جريمة الزنا لا عقوبة إلا إذا كان هو زوج أو زوجة. يعني حتى قانون العقوبات المادة 277 قالت كل زوج زنى في منزل الزوجية، كل زوج. يعني إذا نقدر نقول إن جريمة الزنا من غير امرأة متزوجة أو رجل مش متزوج يبقى لا جريمة، أقدرش أقول جريمة الزنا. طب معلش يا دكتور اسمع منك دكتور سيد، معلش اسمع منك تاني. لو واحده مش متزوجه دي ما فيهاش جريمه. لو واحده متزوجه وارتكب، بس في فرق بين الاغتصاب والزنا. لو كانت اغتصاب دي جريمه مستقله، انما الزنا المقصود بيها اللي هو وقوع الوطء برضا الطرفين، يعني علاقه الزوجيه، علاقه الزنا تتم برضا الطرفين. فهذا هي مش متزوجه ما فيش مشكله. لو كانت غير متزوجه لا جريمة عليها، لا جريمة زنا. من ناحية قانونية. طب الزوج والزوج والرجل الغير متزوج لا جريمة عليه. والمصيبة الأكبر إذا ارتكب الزوج جريمة الزنا لا يجوز تحريك الدعوة الجنائية عليه إلا من الزوجة. الزوجة فقط هي التي تحرك عليه دعوة جنائية. يعني لو الزوجة مسافرة أو راضية عن اللي يرتكب الزنا يبقى لا جريمة، لا عقاب عليه. كذلك الزوج لو زوجته ارتكبت جريمة زنا وهو وافق على هذه الجريمة ولم يحرك الدعوة الجنائية خلال مدة معينة لا جريمة عليها، ولا تستطيع النيابة العامة ولا يستطيع مأمور الضبط القضائي اللي هو ضابط الشرطة أن يحرك الدعوة الجنائية عن زنا الزوج أو عن زنا الزوجة إلا بشكوى تقدم إليه رسميا من الزوج أو من الزوجة. ويجوز للزوج والزوجة أن يتنازلوا بأي مرحلة من مراحل الدعوة الجنائية. يعني الدعوة الجنائية والقاضي كده بينظر دعوة الزنا الزوجة، يستطيع الزوج كده في مراحل الدعوة الجنائية حتى وهي في الحبس ان يفرج عنها ويروح يقدم طلب ويفرج عنها. والزوجة تستطيع ان هي تتنازل عن دعوة الزنا في اي مرحلة من مراحل الدعوة الجنائية. اما زنا المحارم فلا يوجد نص في قانون العقوبات عن دار عن زنا المحارم. واتمنى ان يتدخل مجلس النواب وان يوضع نصوص قانونية تجرم وتشدد العقوبة على زنا المحارم، لان زنا المحارم بتدخل في جرائم الزنا العاديه اذا كانت امراه متزوجه او كانت غير متزوجه. نفس العقوبه. نعم. اللي بيقول عليها دكتور سيد. دكتور سيد، يعني سؤالي هنا، واحد اغتصب بنته، واحد لو اغتصب يبقى دي جريمه اغتصاب مستقله، دي بتحسب عليها السجن المؤبد. انما لو كانت زنا او كانت قاصر تدخل في جريمه الاغتصاب. طيب هو الزنا فوق 18 سنه، لو البنت اللي ارتكبت عليها الجريمه دي اقل من 18 سنه تعتبر لم تبلغ السن الجنائي، فبالتالي يعتبر عديمه الاراده، فبالتالي تعتبر جريمه اغتصاب. طيب طب مش هنتكلم في اغتصاب لان مش موضوعنا النهارده، عرفنا. طيب انا هتكلم في الزنا. الزنا لا هتكلم هتكلم في الزنا بقى. حد يعني اعتدى على لو البنت اللي هو بنته قام بعلاقه زنا معها وهي فوق ال 18 سنه، يعني سنها فوق ال 18 سنه، سن بالله ده بنسميه سن رشد جنائي، وهي موافقه على ذلك وراضي على ذلك، في نظر القانون العقوبات لا جريمه عليه في هذه الجريمه. وان كانت جريمه من الجرائم الدينيه البشعه التي يعاقب عليها جميع الاديان السماويه، الا انه لا جريمه بالقانون الجنائي عليهم، الا اذا دخلت في جرائم اخرى بقى اللي هو هي اشتكت اذى جرائم التحرش، او ان هو كان بيستخدم وسائل الاحتيال والاكراه وتتحول لاغتصاب، او خدش حياة انثى. ولكن لو كانت راضيه بذلك وهي فوق ال 18 سنه وهو يزني بها وهي بنته او اخته او عمته او خالته او خلاف ذلك وراضيه على ذلك، تعتبر جريمه لا عقاب عليها ولا تدخل في نطاق جريمه الزنا، الا اذا كان رجل متزوج وزوجته هي اللي تحرك الدعوه الجنائيه، او البنت اللي هو يزني معها اللي هي بنته كانت متزوجه
ويحرك الدعوه الجميع عليها زوجها. طب دكتور، يعني لو دكتور سيد يعني عشان في مصيبه يا عمرو بيه الاول، ده هو الوقت لو الزوجه ارتكبت جريمه الزنا دلوقتي وزوجها توفى بعدها بيومين او بعدها باسبوع ولم يحرك الدعوه الجنائيه، لا تستطيع النيابه العامه ولا يستطيع مامور الدفاع القضائي ان يحرك الدعوه الجنائيه، وتعتبر ارتكبت جريمه دينيه بشعه. طيب، ولكن لا عقاب عليها. طب سؤال سريع جدا وعايز اجابه سريعه بعد اذنك يا دكتور سيد، وهو حضرتك بتتكلم عن فوق 18 سنه، طب اقل من 18 سنه احنا لسه متكلمين. 18 سنه تعتبر عديمه الاراده وتخش في جامعه الاقتصاد. ده اقتصاد. ولذلك دايما الشباب اللي هو صايع اللي هو عنده خبره لما اللي هم معتادين على مرتكب جرائم الزنا وخلافه اللي هم خارجين على النطاق الشرعي الاسلامي يقول لك دايما يعمل علاقه مع واحده فوق 18 سنه. هم خبره في الجنين اللي هم اقل من 18 سنه ممكن اهلها يحركوا دعوه جنائيه باعتبارها جريمه اقتصاد. لان اقل من 18 سنه ليس لها اراده. يعني لو واحده، لو واحده فاضل اسبوع وتكمل 18 سنه ده اقتصاد، حتى لو قبلها بيومين. تمام. طالما وقت ارتكاب الجريمه لم تقام ل 18 سنه تخضع لقانون الطفل. دكتور دكتور سيد علام استاذ القانون الجنائي، الحقيقه بشكر حضرتك جدا جدا على مداخلتك، بس الحقيقه وقتنا تقريبا فاضل دقائق فيه، عشان كده عايز استكمل بس رد حضرتك على الشكوى اللي جت لنا من الشاب اللي هو بيمارس الجنس مع اخته. بدانا بالترغيب وهو التوبه، باب التوبه مفتوح. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. ان الله يقبل توبه العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. هذا باب التوبة مفتوح، ولكن هناك باب، باب فيه شدة، باب فيه غلظة، باب فيه عذاب. ثلاثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة، قال الحبيب النبي: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. لا ينظر الله إليك أيها الزاني ولا يزكيك، ولك عذاب أليم. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم، في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن الزنا دين، إن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. التوبة، التوبة. أستاذ أشرف، احنا لما بنيجي في المجتمع، في مجتمعنا بنشوف ان في حاجة ممكن تكسر انسان او تفضحه، بيبقى صعب جدا ان هو يواجه، خاصة بالنسبة للبنت. يعني بنت اتفضحت في جريمة زنا اعتقد بيبقى صعب عليها، وبنشوف احنا صور ناس كتير بيتم القبض عليهم في بيوت دعارة وما الى ذلك، تلاقيهم بيخبوا وشهم عشان ما يبانش وكلام من ده. طيب عايز اتكلم من جانب اخر بقى عن موضوع العكس بقى، موضوع الجرأة. الجرأة النهاردة بقت يعني 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 الى الى يعني الى ما لا حدود زي ما بيقولوا عند الولد وعند البنت، اللي هي البنت تمارس الزنا عادي جدا وبتتباهى بكده، والولد كذلك بيتباهى بكده، لدرجه ان حتى في بعض الناس، يعني انا شفت حالات زي كده في البيوت، ممكن لو حصل حاجه زي كده في البيت عادي بتقول لصاحبتها وتحكي لهم ايه المشكله. يعني ما دي المصيبه الكبيره بقى، ان حتى بعيد عن الزنا العلاقه الشرعيه، العلاقه الشرعيه ما بين الزوج وزوجته، في زوج بيخرج لاصدقائه يتباهى بده. انا ما اعرفش العقاب الديني في ده ايه، انا يعني انا ما الشيخ محمد هو اللي يقول لنا، ولكن اما يطلع راجل للاسف بنقول راجل يخرج لاصدقائه يحكي على العلاقه اللي حصلت ما بين زوجته، ما بينه وبين زوجته، تمام، فاين هي الرجوله؟ او العكس زي ما حضرتك بتقول في بعض، وده في مجتمعات معينه بنلاقي ده، الزوجات اما بيقعدوا مع بعض وكل واحده تحكي، تمام، للاسف بتبدا المصيبه من هنا، بتبدا المصيبه من هنا. لا انا عايز اقول لحضرتك وازيدك بقى من الشعر بيت، للاسف ودي حاجه ظهرت علينا في الخمس سنين او العشر سنين اللي فاتت، حاجه جديده ان في ازواج بداوا يصوروا ليله الدخله. لا حول ولا قوه الا بالله. ما اعرفش شيخ محمد تعرف الموضوع ده ولا لا، بدأوا يصوروا لحظات ليلة الدخلة،
بالله عليك، حتى لو للذكرى، فهل دي ذكرى يستعان بكاميرا لتصويرها؟ استحالة طبعا. كمثل الشيطان، وقع على شيطان في ناصية الطريق. هكذا وصفه النبي. فيمكن دكتور سيد علام أكد كل الكلام اللي أنا قلته في البداية في موضوع العقاب. تمام. في حاجة دكتور عمرو أنا عايز أنوه عليها في موضوع المخدرات. إحنا بيجيلنا مصطلحات دلوقتي غربية ليها استهداف تام لتخريب عقولنا. أما كنا من فترة كده بنقول على الحبوب المخدرة، بنقول عليها بالشكل العلمي بنقول حبوب مخدرة. الناس في الشارع كانوا بيقولوا برشام. تمام. النهاردة جالنا مصطلح كلنا بنقوله، كلنا على بلا استثناء، يقولك باور. هل المصطلح ده مصطلح مصري؟ لا للأسف، المصطلح ده جاي لنا من الغرب عشان ما يتقالش، آسف في الكلمة، كنا بنقول ده ولد مبرشم. تمام. لا دلوقتي ما بقاش فيه اللفظ ده عشان ما يبقاش منبوذ، لا ده بيقولك ده واخد باور. عايز أقول لحضرتك إن هذا الباور أو هذا المصطلح اللي جالنا من بره جاي للهدف ده. النهاردة الشباب بيتباهوا قصاد بعض إن كل واحد واخد باور. تمام. يوصل فرصة بينا الحال للي احنا فيه النهارده، اللي هو مش مسألة الخطأ فقط ولكن الجهر بها ايضا. بالظبط. طب استاذ اشرف الشيخ، احنا تقريبا وقتنا انتهى، فعايز اخد كلمة اخيرة من فضيلة الشيخ محمد السمير، وهاخد كلمة اخيرة من حضرتك في دقيقة بالظبط. اتفضل يا فندم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. وجب عليك أيها الأب وأيتها الأم أن تنظر إلى أولادكما. من أين جاءك هذا اللفظ؟ لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأنه ربما اختلطت الأسر فكانت المصيبة. والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول: الحمو الموت. أنا أسكن مع أخي في شقة ويدخل أخي في غيابي، والزوجة ارتدت بجامة، ارتدت ملابس شفافة، ويدخل هذا الزوج، النبي حذر من هذا، ويدخل هذا الأخ، النبي حذر من هذا. لما؟ الحمو الموت. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام. أستاذ أشرف، لازم نرجع لعاداتنا وتقاليدنا وديننا، طبعا هو معلمنا كل ده. لازم يبقى فيه متابعة من البيت لكل شيء. الحرية المفرطة اللي احنا بنتكلم بيها النهاردة للأسف كل ما تيجي تكلم حد يقولك لا ده الحرية، وبالذات احنا شركاء في هذا، احنا كإعلاميين احنا شركاء في هذا، لان احنا بنخرج على الشاشات بنقول الحرية. لا، الحرية لازم يبقى لها ضوابط بالذات في البيت. الأب والأم لازم، ده من وجهة نظري واسمحولي يعني، لازم متابعة ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لأولادنا، لان انا هفترض في ابني حسن النية وفي بنتي حسن النية وهو قاعد النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي بتظهر حاجة، بتظهر فجأة قدامه. طبعا بس طبعا فده لابد من متابعته جيدا، الموبايل لابد من متابعته جيدا، مراقبة الاولاد، ونرجع لعاداتنا وتقاليدنا وديننا. وبإذن الله لو بعدنا شوية عن المصطلحات الغربية اللي جاية لنا جديد بإذن الله هنوصل للحل. الحقيقة موضوع شائك جدا، وموضوع الحياة صعب جدا ومقزز جدا، ونتمنى إن هو ما يكررش تاني في مجتمعنا. بشكر في نهاية الحلقة النهاردة ضيفي العزيزين فضيلة الشيخ محمد سمير الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، شكرا ليك. بشكر أيضا على الجانب الآخر الزميل الإعلامي أشرف نور، شكرا لحضورك معنا. أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم مع ملف شر آخر، هنفتح باب الشر في حلقتنا القادمة. ياريت تتابعونا. مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء.